الحياة في مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد من قناة الكارما كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام. النهاردة هنكمل الموضوع الجميل اللي بدأناه الأسبوع اللي فات، وهو الله يعطي رؤى في وسط المحن. في وسط المحن الله بيعطي رؤى، في وسط الموت الله له مخارج. والنهاردة هنشوف بنعمة رب صورة عملية، إزاي الله بيخرج من الآكل أكلا، إزاي الله بيخرج من الجاف حلاوة، إزاي الله بيحول الماء إلى فرح، إلى خمر، إزاي الله بيحول الرماد إلى فرح، إزاي بيحول الروح اليائسة إلى ثوب ابتهاج وثوب ترنم، إزاي الله بيحول النواح إلى دهن فرح. أنا أثق أن حلقة النهاردة هكون سبب بركة لكثيرين اللي بيشوفونا النهاردة، وأثق أنه ليس عبثا الله غير موضوع الحلقة النهاردة والأسبوع اللي فات للموضوع ده، لأنه ما كانش في الخريطة خالص، لكن أثق أنه ليس عبثا قصد الله أنه هو يكلمنا في الموضوع ده. أفكركم أنه التليفونات مفتوحة، اللي يحب يشاركنا بأي اختبار في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه ده هيكون شيء جميل جدا. مرة تانية سعيد جدا يكون معايا رجل الله العملاق المميز والمتميز في كلمة الله، الدكتور سامح عزيز. أنا فرحان جدا أنه هو بيزورنا في كندا، وأنا أشكر الله من أجل الموهبة الرائعة الجميلة اللي الله أعطاها لهذا الشخص، وأنا بشكر الله من أجل وجوده معنا مرة تانية النهاردة. أهلا بك دكتور سامح. أهلا بك يا بيتر، وشكرا للاستضافة مرة تانية في البرنامج الجميل ده. شكرا حبيبي لوجودك معنا في كل مرة، الحقيقة فعلا بيكون سبب بركة، شرف ليا ليا والكثيرين، وده الفيدباك اللي بيجيني في كل مرة، وليا معكم. أمين أمين. كمان أشكر الله من أجل وجود مرنم الحلو الجميل للأخ زياد شحاتة، اللي تملي بقول عنه الأخ زياد تملي في الزياد في النعمة والبركة والمسحة. وزياد مش بس بنفرح بالترانيم بتاعته عشان صوته أو أداء أو موسيقى أو، لكن فعلا ترانيم بتاخدنا إلى مستوى السماويات، إلى الأعالي، وبنلبس فعلا حضور الله من خلال الترنيم معه. أهلا بيك يا أسي زياد. أهلا بيك أخويا. مش بس زياد، لكن معنا كمان الأخ شهي في العزف، وأنا بشكر الله من أجلك. أنا عارف ظروفك وعارف الصعب أنك تقدر تكون موجود معنا في كل مرة، لكن شكرا لوجودك معنا أخ شهي. طيب أنا عارف أن احنا حابين نسمع ترنيمة ونبدأ بترنيمة مع الأخ زياد، لكن زي ما قلت في المقدمة دكتور سامح، الحلقة دي واللي فاتت الحقيقة ما كانتش في الخريطة خالص، أو ما كناش بنفكر فيها، لكن أثق أن الله قصد أنه يكلمنا عن رؤى في وسط المحن. وأعتقد أن الحياة لا تخلو من مضايق في الطريق، وأثق أن الله عنده رسالة تشجيعية لكل عابري هذه البرية الصعبة، هذا القفر العظيم الموحش. في دقيقة قبل ما نسمع، تحب تقول لنا إيه؟ أتذكر جملة قريتها للفاضل الأسيس وارن ورسبي، كاتب سلسلة بي سيرز اللي هي سلسلة كون، كاتب وإحنا صغيرين كنا نعتقد أن الحياة بلاي جراوند، ملعب. بعد كده اكتشفنا أنا باتل جراوند، واو، اكتشفنا أن أرض معركة. فكلنا بنكتاس في هذه المعارك والمحن، والهدف الحلقة دي نحن نقول لإخواتنا أنت في قلب المحن، الله مش ممكن ما تحطمش، ممكن ما تتراجعش، ممكن ما تنسحبش، ما تتكسرش. لا، الله بالعكس، ده قد يستخدم الله هذه المحنة لخلق رؤية مهولة في حياتك، تكون سبب تغيير حياتك وتغيير حياة الكثيرين، قد يكون العشرات وقد يكونوا مئات الألوف. أمين. أمين. الحلقة اللي فاتت يا أخ بيتر، ليا أخت صديقة بركة مباركة اسمها مربت، أأمل أنها تتصل النهاردة. عندها من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها إعاقة جسدية قاسية جدا في رجليها الاثنين، يعني هي ما تقدرش تمشي خالص، هي ماشية على عكاز، عكازين، تتحرك على عكازين.
لكن الله أعطاها رؤية مهولة في قلب محنتها، حولت هذا الأمر لمشروع كرازي وعناية ورعاية بكل الناس اللي بيعدوا في نفس المحنة من جهة الإعاقات الجسدية. فتحولت الكارثة إلى بركة مش بس في حياتها ونصرة ورفعة. أأمل أنها تقدر تتصل بينا، أنت عارف المواعيد في مصر دلوقتي الفجر يعني. فتحول الأمر إلى نصرة مهولة سببت البركة لألاف. أمين. ألاف. أمين. وفي ناس تاني محنة زي كده كسرتهم، كسرتهم وتحطموا، والله سيء ورديء وظروفي سيئة والدنيا سودة. بالضبط. وقلنا رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعز. نعم. بالضبط. بالضبط. أنا أثق أنه الله عنده رسالة النهاردة لناس كتار جدا جدا يشوفونا، وده اللي عمله الرب من أول معجزة. نعم. تحويل. تحول المألخ، حول الظروف، حول الإعاقة، حول السواد أو الرماد إلى فرح. إلى فرح. أمين. 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 خزياد، أنا عارف نفسنا إن محضر لنا النهاردة الترديمة بتاعت أنا جاي ومسنود على وعدك. أمين. أنا جاي ومسنود على وعدك، وعني بتنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، انت إلهي صادق في وعدك. انا جاي ومسنود على وعدك، وعني بتنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، انت إلهي صادق في وعدك. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي، تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضمني في حضنه الدافي. طول ما انت جوا حياتي يرب خوفي ويعلى هتافي، تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضمني في حضنه الدافي. صادق 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 يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك، وان كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها، وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها، ولو شفت نهايتي بعيني ماليش قوة إن أتكلم، تحييني وتمدلي إيدك تعمل فيا لما بسلم، ولو شفت نهاية بعيني ماليش قوة إلا أتكلم، تحييني وتمد لإيدك تعمل فيا لما بسلم. صادق 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 يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك، مهما التجارب بتجرحني لمسه حنانك بتريحني، تزكي صبري وتفرحني في كل اموري وتنجحني، مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني، تزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني، زمن الضيقة زمن
حدود مهما حزنه ليله يسود. أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق المواعيد. زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه ليله يسود. أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق للمواعيد. صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. امين. صادق يا ربي في مواعيدك. اخ زياد معلش أنا نفسي تعيد لي العدد ده تاني. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد لو دخلت نفسي. والعدد اللي بيقول ولو شفت نهايتي بعيني ماليش قوة إن أتكلم، مش قادر خلاص وصلت للنهاية. وزمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود. بس قبل ما تقولها أخ سامح، أنا عارف اللي كتب الترنيمة دي الأخ صبحي أبو السعود اجتاز في تجربة معينة وكتب من خلالها الترنيمة دي. تقدر تقول لنا القصة بتاعتها إيه قبل ما نسمع العدد ده مرة تاني من الأخ زياد؟ لأنه بصراحة كلماتها مؤثرة جدا جدا جدا. واضح إن اللي كتب الترنيمة دي ما كتبهاش من بلاي جراوند، لكن كتبها من باتل جراوند. بالضبط. سمعت إن هو كان حادثة، حادثة سيارة هو وأسرته، صحيح كده؟ حادثة سيارة هو وأسرته، والسيارة حصل لها تحطيم كامل توتال لوس، وعشان كده يعني شاف الموت بعينه، شاف الموت بعينه هو الأسرة. ولو شفت نهايتي بعيني، شفت نهايتي بعيني وخلاص مفيش قوة إني أتكلم. واو واو. فكتبت يعني من واقع الألم، من واقع المحنة. نعم. وقال زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يطول، أنا مستني فجر جديد لما تحقق الموعد. وأنا واثق أن كتار من اللي بيشاهدونا ربما بيجتازوا في ظروف مماثلة. زمن الضيقة طول، مضايق الطريق طولت، لكن ده زمن محدود مهما حزنه وليله يطول، أنا مستني الموعد. احتمال زياد عارف القصة أكثر مني. أنا عارف بصراحة أنه أخويا الغالي صبحي أبو السعود لما عمل الحادثة دي هو وعيلته، من وقتها ابتدى يتأمل في قصة يوسف وأيوب وفي الألم، وصار بركة لكتار، صار يخدم ويوعظ الخدمات دي. مشان كده كتب في الحديد لو دخلت نفسي بنفس الكلام بتاع يوسف. يعني تولدت رؤية في وسط المحنة. صح. نعم. تعبك زياد، نفسي أسمح العددين دول التاني. يلا شاك. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إن أتكلم تحييني وتمد لإيدك تعمل فيا لما بسلم. ولو شفت نهاية بعيني ومليش قوة إلا أتكلم تحييني وتمد لإيدك تعمل فيا لما بسلم. صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني تزكي
لي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني تزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه ليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق للمواعيد زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق للمواعيد صادق 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 يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق 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 يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك أمين. يسلم تمك يا زياد يسلم هديات شاهي صادق صادق يا ربي في مواعيدك انت وانت فانتظرها لانها تأتي اتيانا ولا تتأخر, ولا تتأخر. انت عارف انا بحب صادق 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 عارف يعني عجبني الملحن وهو بيعمل ايه بيطلع صادق صادق لانه بيؤكد هذه الحقيقة. انا لما باجي ارنم القرار ده بفضل اقول صادق 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 على طول مش بقول غير الكلمه دي انت صادق ليك المجد امين امين ليكن الله صادق وكل انسان كاذب وانت وانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر لان رؤيه بعد الى الميعاد وفي النهايه تتكلم ولا تكذب انت وانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر ما اروع اللي بيبني رجاءه وحياته على الله وعلى صدق مواعيده ما اروع هذا الايمان بالظبط بالظبط لا وفي حاجه عندي حاجه مفاجاه ليك حلوه كمان قول شهوه الصديق تمنح نعم انت كان نفسك في بدايه الحلقه ايه اللي حصل تنسيت انا فاكر شفتك لا غير انك شفتني انت عارف الساعه 4 الفجر يا انا عارف انا عارف في مخي لا عندنا بقى مكالمه من الساعه 4 الفجر من ميرفت الاخت ميرفت اللي اتصل اللي انت جبت سيرتها يا سلام في اول الحلقه شهوه الصديق تمنع وهي معانا دلوقتي على التليفون من مصر ميرفت نموذج عملي للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اوكي اهلا بيك يا اخت ميرفت اتفضلي حضرتك على الهوا وشكرا لاتصالك انك حققتي امنيه الدكتور سامح اهلا بيك ازيك يا خبيب اهلا اهلا ازيك يا اختي ميرفت ازاي صحتك ازيك يا دكتور سامح اهلا مبارك. اهلا يا ميرفت ايه الصوت الحلو ده انا سعيده جدا يعني اكون بشارك ويعني فعلا من ساعه ما سمعت الحلقه اللي فاتت واثرت فيا كتير وشعرت دكتور سامح بكده انه يعني الله كلمني بصفه شخصيه وشجعني وزي ما شعرت دكتور سامح من شويه فعلا يعني الله صنع في حياه ابطال وافاضل سمعنا عنهم في الحلقه اللي فاتت رؤى من قلب المحن وانا كمان واحده يعني رب سمح لي بمحنه صعبه زي دكتور سامح ما اتكلم اني وانا صغيره رب سمح لي بشلل نفسي وانا كنت لسه ما كملتش يعني عام الاول وكان محنه صعبه وتحدي مش سهل ومراحل تعليم مختلفه لكن وانا بسال الرب يا رب يعني ليه بالتحديد انا وايه قصدك من خلال الامر الصعب اللي انت سمحت لي ما كنتش بعرف اجابه لكن كان في سندات بتشكر من الرب وعدى بيا بعد مرور سنين طويله يعني كان الرب بيهمس كده في ودني الوقت مثل هذا يعني انا سمحت ليكي بالظروف ديت وبالتعب ده علشان اكتر حد في يوم من الايام هيكون بيحس بكل اخواتي المتالمين في نفس الظروف وبالفعل يعني من 3 سنين الرب كان لي فتره بيهيئني للرؤيه وما كنتش عارفه ابتديها ازاي او منين
لحد ما كنت في مره في تدريب لحجاي مع دكتور سامح، والرب كان بيكلمني بصفه مباشره لازم تبتدي خلاص، جه الوقت اللي فيه تبداي تدوري على اخواتك اللي يعني فاقدين المعنى للحياه واليأسانين والبيوت مقفوله عليهم، ويعرفوا تتقدم ليهم كلمه الخلاص ومن هنا الحياه هتتغير تماما. وفعلا من 3 سنين الرب اكرمنا بالرؤيه دي، وفي كل يوم انا بيبهرني، يعني بيبهرني عمله فيا انا الاول وفي اخواتي، والتغيير والتاثير الرهيب اللي بشوفه. فعلا هي نعمه الله يعني لاقل اقل. امين امين امين. ممكن تقولي لنا يا مرفت، انا عارف ان عندك قصص كتيره وانت بتشوفي الله بيحول المحن الى بركات في حياة الناس، مش بس في حياتك، ده اللي شفناه في حياتك، لكن انت كمان بتشوفي الله بيعمل كده في حياة الناس. ممكن تذكري لنا قصة في خلال دقيقتين كده من اللي بتشوفيهم؟ هذكر قصة يمكن اخر حاجة لسه قريب حصلة. كان احنا بنعمل مؤتمرين في السبع، مؤتمر في فبراير ومؤتمر في اغسطس. ففي حد في مؤتمر فبراير كان معانا من الشباب اللي كانوا يعني مش يعني كان بيحكي لي ان هو خلاص. خط قطع. اوكي طيب، يا ريت تتصلي بينا مره تانية يا اخت ميرفت، للاسف خط قطع، بس يا ريت تقدر تكلمنا مره تانية. لانه واحنا بنرنم الترنيمه واحنا بنتذكر الحلقه اللي فاتت واللي هنكمله الحلقه دي، تذكرت الرسول بولس في كورنثوس الثانيه وهو بيتكلم عن احد الاهداف الالهيه لله وهو بيسمح بهذه المحن. يعني مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفه واله كل تعزيه، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر وتكثر هنا بمعنى فيضانات آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. حلوة الآية دي أوي في مكانها، في إنبوت آلام دخل في حياته وبسبب الانبوت الالام اللي دخلت في حياته، الله راح عمل له انبوت تاني تعزيات، تشجيعات، مساندات. التشجيعات دي بتطلع لاخرين. بتطلع لاخرين بالظبط. فعشان كده ابو الرأفه واله كل تعزيه، فده اللي مليان بالرأفات، مصدر الرأفات، ولا له سلطه على كل التشجيعات، بيعمل ايه؟ بيشجع ويسند في كل الضيقة. والضيق هنا بولس اتكلم عن ضيق قاسي جدا، ضيق يصل ان شفت نهاية بعيني اللي كنا بنرنمه، للدرجة يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. ده اللي كان بيحصل في الاضطهاد في أفسس، وبالإضافة لانهيار كنيسة كورنثوس، وبعت رسالة قاسية زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت، بالإضافة للمجاعة اللي حصل في كنيسة اليهودية. فهو في وسط كل ده محنة قاسية جدا، لكن الله في وسط هذه المحنة بيمنحه تعزيات. التعزيات دي هيستخدمها، هنتكلم في النقطة دي بعدين. أمين. أخت ميرفت رجعت تاني على الخط، أهلا بيك مرة تانية أخت ميرفت. أهلا بيك ميتر. أهلا بيك. ولا يهمك ولا يهمك. طب الأخ سامح كان طلب منك تحكي لنا اختبار وحاجة يعني فعلا حصلت، تشجيعات إلهية وعمل الله، وحضرتك أشرتي إلى أن في مؤتمرين، مؤتمر في فبراير ومؤتمر في أغسطس، وحضرتك قلتي أن حاجة حصلت في مؤتمر فبراير. أيوة. تفضل. كان في شاب الأول مرة يكون بيحضر مؤتمر، وكانت نفسيته صعبة جدا، كان بيفكر في الانتحار وعنده أسرة ومع الظروف المادية صعبة جدا، فهو شايف ان حد عنده اعاقة ومعاه اسرة واطفال وفين الله في ظروفي، وكان محطم بشكل فظيع. فجه المؤتمر ومن اول يوم وانا شايفة دموعه بتنزل وهو بيسمع كلمة الله، انا يعني ما كنتش عارفة يعني افهم هل هو يعني كلمة الله وصله متأثر بيها ولا حد ضايقه في المؤتمر بكلمة،
خليت المؤتمر قعد معايا شوية قال لي أنا في المؤتمر ده اتغسلت، أنا كنت جايب بشكل يعني بعبلي وتعبي وحمولي، أنا حاليا مش عايز أي حاجة ثاني، أنا راجع لبيتي وراجع لحياتي، أنا النهاردة يعني عندي 35 سنة أنا ابتديت أعيش من اليوم ده. أنا فكرت تأثير مؤتمر فقلت طب رائع، بس أتمنى يكون يعني ده شيء يعني تأثير حقيقي حصل. مش بعد نفسي. المؤتمر فوجئت إنه فوجئت انه يعني اسرته بتواصل معاها، لقيته بيكلم الاسره بيكلم اولاده اللي كان بيشتكي من الظروف، هو بدا يدور على شغل وبدا يفكر بشغله البسيط المحدود ان يجيب لي تقدمه للخد للمؤتمر نفسه للمكان اللي حياته اتغير فيه، لازم اكون يعني بدعمه حتى ولو بالبسيط بين ايدي. هو بيشتغل يعني شغل بسيط وبيلف في القرى بيكلم الناس، كل حد يقابله يحكي له على التغيير اللي حصل له في حياته. اول المؤتمر الثاني اللي كان في اغسطس من يعني 3 اغسطس اللي فات كان اول واحد وقف في القاعه كلها وحكى عن الاختبار ده، فكانت يعني فرحه غير عاديه ان الشخص وفجاه حتى شكله اتغير، يعني هو الابتسامه والسلام والفرح فعلا تحول يعني 180 درجه، فدي فعلا عمل الله ونعمه الله بتتغير. امين. وبرده في اعاقه جسديه مرفت؟ ده هو ماشي بعكازين ولابس جهاز حديد زي البنطلون كده، فهو يعني حبيب. عنده شغل نفسي تماما. وعنده اسره ومعه اسره ومعه 3 اطفال، ومن كتر التعب والضغط المادي كان بيفكر يعني يبعت لي علشان خاطر يكون بيعرف ينفق على بيته. كان يفكر يعمل ايه؟ بشكل ينفق على بيته. كان يفكر يعمل ايه؟ يبيع كلية علشان خاطر يتبرع بيها لحد علشان تكون بالنسبه له مصدر دخل. كان ظروفه صعبه للغايه. يا يسوع. لكن بعد التغيير اللي حصل له بدا يعني رب استخدمنا معاه بشكل معين، بدات حياته تتغير وبدا يشتغل وبدا يعطي من له احتياج، وبيدور على الناس ويحكي عن التغيير الرهيب اللي حصل له في حياته. ففعلا انا لما بشوف العمل ده يعني بقول يا رب ما فيش غير هي نعمتك، هي بس اللي بتغير التحول الرهيب اللي بيحصل. بالظبط. بالظبط. اختبار رائع جدا 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 يا اختي ميرفت. اعتقد كده الحلقه كده احنا كدا وصلنا للبوتوم لاين. نعم. ان بنقول رؤى في وسط المحن. نعم. وهي عندها سنه جالها شلل نصفي، لكن ما قعدتش تبكي ولكن ما انكسرتش قدام المحنه. نعم. لكن الله اعطاها رؤيه للوصول للناس من ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. في من خلال المحنه اللي هي مرت فيها، وسمعنا اخبار جميله جدا عن اناس ربنا استخدمها. عندك حاجه تانية تشاركينا بيها يا اختي ميرفت؟ كلام الجميل ده. نفسي مش ميرفت في يوم من الايام شاركتيني خط قطع تاني. في يوم من الايام هي سمعنا دلوقتي شاركتنا بالسحق والانكسار واللي بيحصل لحياتها قبل ما تكتسب هذه الرؤيه. فاهمني؟ يعني لا في الحديد لو دخلت نفسي. فهي حكت معايا عن الوقت اللي فيه في الحديد دخلت نفسها. يوسف اللي مررته واضطهدته ورمته ارباب السهام. بولس اللي بيقول ايسنا من الحياه. اللي بيقول مكتئبين في كل شيء، متحيرين، مطروحين، اللي هي المراحل اللي فيها بيتم سحق النفس نتيجه للمحنه والضغط. فان شاء الله لو رجعت تشاركنا بالوقت ده ايه اللي كان بيسند ويعطي الرجاء والسند في هذا الوقت، لان ده مهم في عمليه التشكيل الالهي للناس اللي الله هيطلع من المحنه رؤيه. لان في ناس بتخش في هذه المعصره تسحق وتتحطم، وفي ناس تدخل في هذه المعصره تسحق وتترمى على الله وتكتسب الرؤيه. يعني في ناس بتمشي بيعدوا في نفس الظروف، في ناس بيمشوا كده وفي ناس بيمشوا العكس. امين. امين. طيب لو فينا نقدر في الدقائق اللي جايه نلخص الكلام اللي اتكلمناه في الحلقه اللي فاتت،
احنا بنقول انه نثق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الله. ونثق ان الله له سلطان وله حكمة وأقوى من كل شيء وفوق كل شيء وله الكلمة الأخيرة. نعم. لكن الله زي ما قلنا في بداية الحلقة من أول معجزة هو يحول نعم. الماء إلى خمر. نعم. يحول الرماد إلى فرح. نعم. يحول النائحين إلى مرنمين. نعم. ومن دي وان والله بيحول. فلو تكلمنا تلخص لنا الكلام الجميل اللي اتكلمناه في الحلقة اللي فاتت قبل ما ندخل في ما احنا بعتذر لناس كانوا مستنيين على الخطوط, معلش خطوط وقعت كلها, لكن ياريت تقدروا تتواصلوا معنا مرة تانية. اتكلمنا في المرة اللي فاتت انه ما هي مواصفات او صفات الرجل الذي يكتسب رؤية في قلب المحن. رقم واحد, يثق في سلطان الله, المطلق. حكمة الله, صلاح الله, محبة الله, إن الله أقوى من المحنة والظروف اللي أنا فيها. وبالتالي ممكن يحول الخير إلى شر, زي ما قلنا في حياة يوسف, أنتم قصدتم لي شرا, الله قصد الشر إلى خير. آسف, يحول الشر إلى خير. معلش المعنى في بطن الشارع. آسف. الله يحول الشر إلى خير. الشر موجود في العالم بسبب وجود الخطيئة والشيطان والإنسان وبكل أنواع الفساد, لكن الله يعمل في وسط هذا الشر, وسط هذه الظلمة ليخرج نور زي ما كنا بنقول. فممكن يحول الشر إلى خير, زي ما شفنا, أنتم قصدتم بي شرا, لي شرا, الله قصد بي خيرا, ليس أنتم أرسلت, لا تتأسفوا ولا تغتصوا أنكم بعتموني, الله أرسلني قدامكم لاستبقاء حياة. في المزمور أرسل قدامهم رجلا بيع يوسف عبدا. فالله لا يريد البيع, لكن ده الشر اللي عملوه اخواته, ولا الله حوله للخير, والله اتمجد. وانا هنا زي ما كنا بدلنا بصادق, صادق, انت صادق, انت تستحق كل المجد لانك عملت كده, مش رغبة في اذلال الناس. حاشا لي, مش هو هذا الاله السادي الدكتاتوري المتجبر اللي بيدوس على الناس ويفعصهم. لا, وده لا. اللي بيصوره لنا إبليس. نعم. في وسط المحن. نعم. وده اللي بيعرف يلعب عليها كويس جدا جدا جدا, وده اللي ده اللي بيخلي الناس بتنهار. بالضبط, بيصور لنا الله كأنه قاسي بيدوس علينا عشان يعصرنا. نعم. نعم. فالله بيحول الشر للخير, أو الله بيغير الظروف, يغير الأوقات والأزمنة, زي ما حصل في حد دانيال سيقتل بسبب حلم نبوخذنصر ومحنة, تمام, امر بقتل كل حكماء بابل. فلما وصل خبر لدانيال استاذن, قال ادونا وقت, فدخل هو واصحابه وصلوا للرب, والله غير الاوقات والازمنه. او اللي شفنا في حياه يوسف, في حياه دانيال, في حياه موسى, احنا ما اتكلمناش عن موسى. في حياه موسى احنا شفنا يعني المحنه المرعبه اللي بيكتس فيها الشعب في ارض مصر تنتهي بالخروج. الله يعني في حياة في خروج وامتلاك, في خروج وامتلاك, و يعني من قمة الذل والعبودية وصغر النفس في العبودية القاسية عن طريق قسوة فرعون وضغطه عليهم. استعبد المصريين بنو إسرائيل بعنف. نعم. وأذلوا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن. نعم. بعنف. فكل ده, هذه المحنة الله تمجد فيها وتحولت إلى خروج يظل يدوي على كل الدهور, في كل الدهور قصة الخروج قصة مذهلة. شفنا في حياتنا حامية المحنة, الأسوار المحروقة, أكوام التراب والرماد. شفنا الله بيتكلم عنه انه اله السماء مالوش مكان في الارض. نعم. ولكنه يعمل من خلال الامبراطور, ويعمل من خلال الامبراطورة, ويعمل من خلال الظروف. على عكس يعقوب, يوسف شاف حلم سنده, شاف الحزم تسجد والكواكب تسجد. هذا الايمان والثقة في صلاح الله وسلطانه ومحبته وحكمته سندوا إلى أن تحقق الحلم.
في يوم الأيام الله وعد إن كبير يصعب على الصغير، وعد يعقوب. يعقوب ورفقة وإسحاق وعيسو، يعقوب ما عندوش ثقة في صلاح الله وسلطان الله وحكمة الله ومحبته، فاحتال هو ورفقة عشان خاطر بالمجهود البشري يصل إلى تحقيق الحلم وتحقيق الوعد. فدخل، فعشان كده ده العكس تماما. مشوا في ناس مشوا في سكة الانتظار والصبر والتحمل، والله سنتهم في الطريق. في ناس تاني مشوا في طريق آخر وطريق الاحتيال والمحاولات الجسدية، استخدام القوى البشرية والحكمة والذكاء الإنساني لمحاولة تحقيق الوعد الإلهي. تحقق الوعد بسبب صلاح الله لكن مش بسبب طرقهم، بالعكس اجتازوا في ألام قاسية جدا، دخلوا نفسهم في محن بسبب لجوهم إلى طرق ملتوية لتحقيق أهداف إلهية. أمين أمين. كلام رائع جدا جدا جدا. يسامح أنه كل المؤمنين، كل واحد مننا بيجتاز في محن، لكن مرات إحنا بنقع وبنتعصر وما بننكسر قدام المحنة، ربما بسبب ان احنا بنظن ان الله عايز يهزمنا، او الله قاسي، او الله عايز يذلنا. لكن ما اجمل ان احنا تكون في رؤية تتولد في وسط المحنة دي، وبالصبر والايمان ونثق ان الذي وعد هو قادر ان يفعله ايضا بدون تدخل بشري زي ابراهيم. مش لازم نتدخل بشريا علشان نقدر ننفذ ما وعد به الرب. لكن اصبر، لكن زي ما قلنا الآية الجميلة، الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. يعقوب ما قدرش ينتظر الرؤية، لكن صنع يعني باحتيال، حاول ان هو ينفذ ما قصد الله ان هو ينفذ. والله كان هينفذه anyway، والله كان هينفذه وقلت هادي بالضبط. يعني بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، بل قلتم لا على خيل نحر. معنا مكالمة تانية من مصر. معنا الأخ عريان من مصر، صديق البرنامج. اهلا بيك يا عريان، تفضل حضرتك على الهواء. مساء كل بركه كل مشاهدينا. مساء الخير عندنا وصباح الخير عندك. بشكر ربنا رجال الله الافاضل اللي معاك في الاستوديو، احنا مستمتعين بحضرتك، وبشكرك لان الابتسامه بتاعتك بحس فيها كده اخ اكبر، صديق اب. حقيقي ربنا يباركك، لان ابتسامه جايه بالروح يعني. انا بشعر كل ابتسامه بتقدمها، حقيقي ربنا يباركك، انت حد رائع جدا. وانا لما اشوفك على الشاشه بتشجع بيك كتير. حضرتك كمان اشرت في بدايه الحلقه، قلت انتوا كنتوا مغيرين الحلقات او موضوع الحلقه اللي فاتت الاسبوع ده، دي حاجه كانت متغيره. وكنتوا لسه تتكلموا عن الوعد، يمكن عن الوعد والتمسك بالوعد والصبر. حد يمكن بيشاهدنا يقول يا أخي عريان كلامهم جميل، بس أنا تعبان، أنا مخنوق، أنا عندي مشاكل، أنا عندي حد داخل عليه عملية، أنا تحت ضغط ظروف، أنا ليا سنة واثنين وثلاثة ونفسي تسل مش لاقي، وظروفي صعبة جدا. لك عاوز أقول لكل حد بيشاهدنا، أتمسك بالوعد. أنا أعرف حد اسمه عزة لوقا، بعد ما اتجوز قعد سنة واثنين وثلاثة، بعد 10 سنين رغم من كل الناس اللي في سنه واتجوزوا وخلفوا، وهو فضل مستني الوعد. بعد 10 سنين مش ربنا بقى يديله واحد، يديله توأم. انا بقول لكل حد استنى الوعد. الهنا اله عظيم، اله يعطي الجميع بسخاء، مش كلام، بس انت عليك تاخد الوعد وتعيش بيه وتنتظر الرب، زي في مزمور 40 كده، انتظار انتظار الرب، فمال الي يسمع صراخك، يسمع انينك، يسمع بيئك. انا بقول لكل حد هو بيقلب دلوقتي، سد وافتح ايديك وخد منه الوعد، لان هو وعد، هو اللي وعد، من تعلق بيه ونجيه ورفع لانه عرف اسمه. ربنا يبارككم، ده موضوع الحلقه. امين. ربنا يباركك يا عريان، شكرا جدا لمداخلتك وتشجيعك ومحبتك وكلمات رائعه جدا جدا جدا، واختبار معزي كمان الاخ عزة لوقا، شكرا ليك مره تاني، اختبار جميل. نعم. و يعني احنا يمكن بنحط للناس عينات، يمكن واحد بيقول لها ما انتوا قصوا ايديكم في الميه، مش ايده في الميه زي ايده في النار، في النار. انا ظروفي صعبه، لكن لا، احنا شفنا واحده يعني عندها شلل نصفي من هي عندها سنه واحده. نعم. لكن في وسط الظروف دي الله اخرج رؤيه ورساله وبركه لكثيرين. نعم. نعم. معنا مكالمه تانية برضو من مصر،
معنا الأخ مسعد. أهلا بك يا أخ مسعد، أسفين إن إحنا سبناك فترة على التليفون، تفضل حضرتك على الهواء. ولا يهمك يا طيب، صباح الخير عليكم. أهلا صباح النور. قدامي حلوين اللي قدامك. أهلا بيك. موضوع شيق وحلو بصراحة. اللي حصل يوسف ممكن أقول حصل جزء منه في حياتي. أنا في حياتي كنت في الجيش في 79 وكنت في مصر. في الجيش. وجبت وصفة عشان أقعد في مصر وما أخرجش خارج مصر. لغاية آخر يوم يعني كنت ضامن ان انا قاعد في مصر، حطيت لقيت مره واحده ربنا وداني في المعلمية. قعدت مده اقول له رب ليه ده انا بخدم هنا في مصر و خط قطع. كان عايز يقعد في مصر في القاهرة وجات له الإسماعيلية. هو مش عايز يروح الإسماعيلية. مرات كتير بيحصل أمور خارج عن سيطرتنا. ومرات كتير بنكون محتاجين هذه المرونة بالظبط في الطاعة والتحرك. احنا معانا مكالمة بقى من رجل الله الحلو مازن بطرسة. ده رجل الله بحق يعني. نعم. معانا الاخ الرائع رجل الله مازن بطرسة بيكلمنا من كاليفورنيا. اهلا اهلا بيك يا اخي مازن، تفضل حضرتك على الهواء. حبيبي مساء يسوع، حبيبي اخي مساء يسوع. هو تملي بيقول كلمة مساء يسوع. يا اهلا يا اهلا بيك. ازيك يا رجل الله الحلو؟ مجدا للرب، مشتاق عليكم وبحبكم جدا وبشكر الرب من اجلكم من اجل برنامج خطوات قدام. شكرا حقيقي، انا بشكر الرب من اجلك اختي تعيش حبيبي دكتور سامح. شكرا 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 القائمين على العمل تعيش حبيبي. وشكرا كمان من اجل عنوان البرنامج، وانا بقول من اختبار شخصي جدا قديش فرق معي جدا 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 العنوان اللي بيقول عن وسط المحن انه نقدر نشوف يسوع. بالضبط، رؤى في وسط المحن. فعلا رؤى في وسط الله المحن. الله يعطي في وسط المحن. ما بعرفش فيش وقت طويل اقوله بس لا تفضل تفضل بليز. اكتشفت شيء عن اختبار شخصي بسنة 2018، انا almost رحت اكون عند يسوع. واو. ودخلت بطرف صعب جدا بس يعني قديش أثروا فيه كلمات الدكتور سامح. فعلا مقدرتنا على أنه نتعلق بيسوع وسط الألم هي السر على الانتصار. وأنا دائما بقول إذا بقدر أشوف بقلبي يسوع بقدر على أي محنة بقدر أمر فيها. وبشكر يسوع من أجلكم. ويعني أقول لك بس كلمة تانية أخ بيتر وأخوي الدكتور سامح، تفضل. ثلاث حروف أثروا فيا بكلمتين عملوا فرق كبير في حياتي، هم حرف الألف وحرف اللام وحرف الميم. بيعملوا كلمة ألم وبيعملوا كلمة أمل، هم نفس الحروف. ويسوع اللي بيقلب الألم للأمل هو الوصل بين الألم والأمل. وهذا شيء بقوله من كل قلبي وعن اختبار، نقدر نشوف يسوع بعينينا الداخلية رح يعمل أكبر فرق ويأسس الأمل والرجاء اللي عايزينه عشان نمر بأي محنة حياة. أمين 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 أمين. شكرا لك رجل الله الحلو مازن، شكرا لك لمداخلتك وشكرا كتير على الألف واللام والميم الألم، لكن الله بيحول الألف لام ميم إلى ألف ميم لام. نعم. إلى أمل. نعم. ومش أمل بس، لكن living hope. تمام. هللويا، رجاء حي. امين امين. شكرا لك مره ثانيه يا اخي. I love you so much and we love يعني you too. سلامات بالشوالات زي ما بنقول. انا اول مره اسمع سلامات بشوالات. زياد قال دي اردنيه. ده شغل اردني شوارع. حبيبي الاردنيين مسيطرين النهارده. أمين. شكرا لك. ده نفس يمكن الاختبار اللي بتاع الترنيمة الأولانية اللي كتبها الأخ صبحي أبو السعود، إن لو شفت نهايتي بعيني. نعم. وشاف النهاية، لكن رب عظيم رب عظيم. نعم نعم رب عظيم. طيب أعتقد إحنا بقى إيه
محتاجين ناخد ترنيمة كده عشان نعرف أكيد. نكمل الموضوع الحلو الجميل ده. احنا كده لخصنا، احنا لسه بدأناش الحلقة على فكرة. احنا بنراجع. احنا لسه بنراجع وبنقول مقدمة، لكن لسه ما دخلناش في الموضوع بتاع النهاردة، لكن ناخد ترنيمة ونرجع نكمل الموضوع الحلو. ترنم لنا ايه يا اخي زياد؟ الرب حطت على قلبك ايه النهاردة؟ طيب هقول لك حاجة قبل ما تاخد الترنيمة، احنا معانا مكالمة، ممكن ناخد مكالمة ونرجع لناخد الترنيمة. طيب احنا معانا مكالمة من مصر، الاخت ميرفا التاني رجعت لينا من مصر. اهلا بيك يا اخت ميرفت. اهلا اخي بيتر. شكرا انك اتصلت بينا مره تاني. انا يعني معذره لو اخذت وقت البرنامج. بالعكس بالعكس. لا بالعكس بالعكس، اهلا بيكي. كان الاخ سامح قبل ما الخط يقطع قال لك يا ريت تشاركينا ب كان نفسي اخت ميرفت تشاركينا بالوقت المرير الصعب اللي فيه في الحديد دخلت نفسك اللي فيه بيتم نفوسنا تسحق قلوبنا تسحق والسندات الإله والسندات الإلهية والتجديد الإلهي، لأن ده قد إيه مهم جدا لكل واحد فينا ولكل إخواتنا اللي بيسمعونا اللي بيكتزوا في المحل. وممكن أزود عليها حتى يا أخت ميرفت، أنا عارف يمكن التجربة اللي رب التجربة دي الرب سمح ليكي بيها لازالت قائمة، مش حاجة عدت. فأعتقد ده اللي بيخلي السؤال اللي سأله سامح صعب شوية. فياريت تحكي لنا ازاي الظروف اللي اكتستي فيها دي ولا تزال، يعني احكي لنا الضغوط الإلهية اللي مريتي فيها وصنعت منها الجوهرة الحلوة الجميلة دي. طبعا يعني من اول ما الرب سمح لي بده وبدأت اكبر ويعني وكل وعي لنفسي، بدأت على طول أشوف اختلاف بيني وبين كل الناس. يعني أول حاجة صحابي في المدرسة، الكل مثلا بيعرف يمشي وأنا كطفلة ألاقي نفسي مش عارفة أتحرك، وأنا ماشي ممكن مرات كتيرة وقعت على الأرض، وممكن أشوف يعني الأطفال اللي في سني ممكن تنمر وكلام صعب مش بس كده، لكن مرات تاني إيدي اللي بمشي بيها دي ممكن اتكسرت مرتين. واو. يعني بمسك بيها العكاز فاتكسرت كمان، فأنا افضل ممكن شهر ونص مش عارفه اتحرك، يعني بمعنى ان انا اتحرك نهائيا. بعد كده وبكبر شويه وانا بروح الجامعه وانا وبنزل من عربيه لعربيه، ما كانش لسه معايا عربيه وقتها، فممكن اجي انزل فتروح رجلي تيجي تحت سويتش العربيه، فكم قصص ومعاناه ما كانتش سهله وتتوالى. يعني مع كل مرحله جديده في العمر في متاعب وفي تحديات، بس انا لا انكر ابدا اني يعني الرب يعني عرفني شخصه بدري، معرفتي بيه من سن مبكر من نهايه المرحله الابتدائيه، ده خلاني انا لما بتضغط بروح عنده بعيط وانا مش فاهمه اجابه منه مش لاقيه رد، بس اقول له انا عارفه ان انت حاسس بيا، انا عارفه اللي حصل لي ده مش 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 ما خدتش بالك منه او من ورا ظهرك، لكن انت عارف وانت اللي سامح بالامر ده، فمن فضلك يعني احتضني حسيت انك معايا لحد ما تديني اجابات انا عايزه صندة منك. كنت افتح الكتاب واقرا الكتاب وامسك وعد واقول له انت وعدت وانت اتكلمت، فمن فضلك اديني اشوف الكلام ده عملي. لا انكر كم الصلادات الالهيه، يعني رب كان يحط مثلا ناس ما اعرفهاش انا وماشي في الشارع تيجي تبتسمني وتقول لي كلمه وتمشي وتمسكي تكون ناس انا اول مره اشوفها اصلا. كان الرب يبسط ليا لطفا فعلا كل الناس اللي بتعامل معاهم سواء في مواصلات سواء في دراسه بعد كده في شغلي، يعني وانا بشتغل وبتعامل مع يعني كم من الناس المختلفين من الخلفيات ومصاعب الشغل، لكن الرب كان بيسندني وبأيدني وكنت بسمع في كل يوم وعد. يعني انا اول ما انزل من البيت اقول له مش عارف انزل من غير وعد منك، ابعت لي وعد يسندني انزل بيه، وبالفعل كنت احس اليوم من بدايته لنهايته انا في صندة الهيه كده،
طبعا في النص بتجيني حاجات في الأفكار صعبة، بتجيني مشاكل تحط فيها ضغوط انحناء من جوه، بس مجرد ما ده يحصل أرفع عيني وأقول له لسه موجود بنفس إمكانياتك اللي حملتني من صغري لحد اللحظة دي، مش هتسيبني أبدا لكن هتكمل. وبالفعل يعني وأنا بشوفه كمان بيشرفني بالرؤية دي وبالخدمة دي، أنا مش بس يعني بشوف ضغوط إخواتي، أنا بيعاد من تاني الألم والوجع اللي أنا عديت فيه واللي لسه بعد فيه إلى الآن، بس القصص مع خلفيات مختلفة مع قصص مختلفة، لكن برجع أقول لهم تعالوا بينا، ما فيش غير شخص واحد ينفع يحملنا ويحمل إعاقتنا ويحمل تعبنا ويبدل ده بفنادات. خط قطع تاني للأسف، لكن جميل جدا إذ حصلت على معونة بقيت إلى هذا اليوم. الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الرب الذي وقف بي وقواني. الحقيقة مشوار صعب، بس فعلا إيدينا الله بتحمل وتشدد، بس علينا ألا ننحني أمام التجربة. لابد أن نحتفظ بإيماننا في الله وفي صدق موعده. أمين أمين. أخي زياد سوري أخرنا عليك، لكن معرفش رب حطت على قلبك إيه. إيماننا بيك، ثقتنا فيك، نتحدى بيك المستحيل، لا حد سيف ولا اضطهاد هيخلي إيماننا يميل. إيماننا بيك، ثقتنا فيك، نتحدى بيك المستحيل، لا حد سيف ولا اضطهاد هيخلي إيماننا يميل. إلهنا أقوى من كل قوة وكل أبواب الجحيم، ثابت سلامنا رافعين هتفنا لاسم إلهنا العظيم. لا خوف يسود جوا القلوب، انجزنا في نار الأتون، ابن الإله وعده يكون معانا وانفسنا يصون. لا خوف يسود جوا القلوب، انجزنا في نار الأتون، ابن الإله وعده يكون معانا وانفسنا يصون. إلهنا أقوى من كل قوة وكل أبواب الجحيم، ثابت سلامنا رافعين هتفنا لاسم إلهنا العظيم. لما الحياة تبقى في إيدين إله صانع معجزات، وادي الدموع هيبقى ينبوع ويفيد فينا التعزيات. لما الحياة تبقى في إيدين إله صانع معجزات، وادي الدموع هيبقى ينبوع ويفيد فينا التعزيات. إلهنا أقوى من كل قوة وكل أبواب الجحيم، ثابت سلامنا رافعين هتفنا لاسم إلهنا العظيم. إلهنا أقوى من كل قوة وكل أبواب الجحيم، ثابت سلامنا رافعين هتفنا لاسم إلهنا العظيم. واو، ثانك يو ثانك يو أخي زياد، ثانك يو حبيبي. سامح أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني فعلا الله غمرنا بالتعزيات. أنا لسه هقول نفس الكلمة، غمر ينادي غمر من التعزيات والبركات. وأنا واثق إن زي ما قلت إنه الله قصد أكيد هيوصل رسالة لناس مكسورين أو على وشك الانكسار بسبب الضغوط والظروف أو بسبب الظن إن الله قاسي وعايز يهزمنا. لكن عايز أسألك بقى هنا، أعتقد هنا بقى هيدخلنا إلى سؤال مهم قوي. ربما حد بيشوفنا دلوقتي ويقول لك أنا مش قادر أكمل، إزاي أقدر أستمر تحت الضغوط؟ أو ربما مرات الضغوط بيحصل كتير قوي، لما الواحد بيدخل في ضغوط بيحاول يلاقي مستنفذ يخرج منه عن قانونية الجهاد الروحي،
لمجرد انه يجد شيء يعني متعة ما تسهل عليه الضغوط، يعني نوع من اللي ياخد مخدر او خل وهو يتجرع الألم. لكن ازاي اقدر استمر وسط الضغوط، ولا سيما ان الاختبار الاخت ميرفت ان الضغط مستمر، الضغط مستمر، التجربة مستمرة، المرض لسه موجود، العائق لسه موجود، لكن دي محتاج استمرارية في النعمة واستمرارية في الجهاد. طب ازاي اقدر استمر في الجهاد؟ دي تاني سمة في حياة شخص الله يعطيه رؤية في قلب المحن، ان الله بيكون دربه بالاستمرارية وهو تحت الضغط. ليه؟ لان في ناس تعرف تعيش لما تكون الظروف مريحة، لو الظروف غير مريحة ينهار. بالظبط. فيبدأ الله يعمل تدريبات مختلفة في حياتنا عشان يدربنا على ان احنا نكمل واحنا مضغوطين. استمر تحت ضغط. يعني انت بتشتغل محاسب، اعرف اشتغل محاسب وانا مرتاح نفسيا، لا هشتغل محاسب وانا مضغوط نفسيا. تمام. طيب هشتغل محاسب وانا مرتاح نفسيا وهكمل بطريق قانوني في بطريقة تمجد الله. لا هكمل محاسب وأنا مضغوط بطريقة تمجد الله. أنا طبيب أو أنا خادم أو أنا ست بيت أو أنا مهما كان، إنه في بداية حياتنا بنعمل ونخدم سواء أعمالنا أو خدماتنا أو معاشتنا الأسرية أو كل ظروف حياتنا وإحنا ظروف سهلة، بعد شوية تيجي ظروف الضغط عشان نتعلم نكمل وإحنا مضغوطين. طيب كنت ماشي صح بضمير صالح وببر وبنقاوة واستقامة وأنا في الظروف السهلة، لا هتدرب أني أكمل باستقامة وأنا في الظروف الصعبة. وهنا دول الناس اللي بيصلوا إلى تحقيق الرؤية، إلى تحقيق الرؤية. ليه؟ لأنه لو بسبب الضغط انحرفت عن الطريق القانوني وعن الجهاد القانوني، أنا مش هحقق الرؤية في حياتي، مش هتتحقق. حتى لو أخذت وقت زيادة، حتى لو أخذت وقت زيادة ممكن أرجع وممكن ما أرجعش. يعني ممكن ما تتحققش الرؤية، اكتمال الرؤية لا تكتمل لو أنا خرجت عن مسار الجهاد القانوني وما يريد الله. بالضبط. عشان كده مثلا ديماس كان ماشي حلو في الأول، بعد شوية تركني لأنه أحب العالم الحاضر، بس ما قالش الحاضر الشرير على الفكرة. لحسن يفتكر أنه راح ورا الشر. تمام. لكن واضح أنه ديماس كان في رفقة الرسول بولس، وهذه الرفقة المهولة بتاعت أروع فريق كرازي شافوا التاريخ. شافوا التاريخ المسيحي. لكن بعد شوية فين ديماس؟ ليه؟ في حاجة حصلت. تمام. لوط في حاجة حصلت. بدأ ما كملش. طيب ايه اللي بيساعدني؟ اني رقم واحد الحفظ، الاحتفاظ بضمير صالح، ضمير لا يتهرب من الرقابة الإلهية. ولا يتساهل مع اخطائي او ميلي للخطأ، لان هيخرجني بره. مش هكمل المسار اللي سيصل بي الى تحقيق الرؤية. خرجني برا الميدان وبرا الخط اللي رسمه الله، برا التراك. برا التراك. This is the right word. برا المسار اللي انا اللي لازم اكمل فيه عشان خاطر كل هذه الضغوط والالام اللي بكتس فيها ستنتج ستسبب حبل وولادة حاجة عظيمة. مثال داود، فتى بيرعى غنم، يتخطف خروف، أسد ودب، يقتل أسد والدب، وهو مش عارف إن في يوم من الأيام هيكون الملك. ما يظنش، لكنه يتعامل بطريقة صحيحة في رعاية قطيع غنم. يتعامل بعد شوية يتم مسحه ملك. بعد كده يدخل قصر الملك شاول بيحبه، يروح مجوزه بنته. ويونسان بيحب داود ابن الملك، بيحب هذا الولد الغنام راعي الغنم اللي ارتفع شأنه بقي شخص عظيم. بعد شوية
بسبب إيمانه وشجاعته وثقته في الله اللي بيعدي بيه محن ومحنة ورا محنة تزود الصلابة والإيمان، مكمل في السكة لأن ضمير نقي، ضمير صالح، يواجه جلياط ويقتل جلياط ويبدأ شاول يتقلب ضده، هتبدأ المحن القاسية. إيه؟ مش ضغوط شيطانية وحروب من الخارج فقط من أسد ودب وعدو، لا ده من جوه. جلالة الملك تقلب ضدك، حماك حماك جلالة الملك تقلب ضدك، هتعمل ايه؟ هرب. وبدأت المطاردة القاسية لمدة سنين متواصل، هو والرجالة بتاعته وأسرهم مطاردين، لحد ما في يوم الأيام يجي وقت شاول نايم قدامه اهو، والرمح مركوز جنب راسه. فرصة اخلص منه، اختنمها. واحد من الرجاله بتاعته قال له يا جلاله الملك، بدل من الرمح هنا في الارض في الحته دي ننقله ننقله 5 سنتي. فالحاشا ضمير، ضمير نقي. الضمير النقي ده خلاه مكمل مطارد، خلاه مكمل مضغوط بس قانوني. ده لابد ان يصل الى تحقيق الرؤيه وتحقيق الوعود الالهيه. لكن لو كان قتل جلالة الملك، كنا هنعمل زي يعقوب ورفقة وإسحاق، سلك في طريق آخر غير قانوني، غير قانوني. بس فعشان كده دي تاني نقطة في الرجل اللي بيكمل ويصل إلى تحقيق الرؤية. رقم واحد زي ما تكلمنا، ثقته في صلاح الله وحكمته ومحبته وسلطانه، وشفنا أمثلة. رقم اتنين، طيب في الطريق إلى تحقيق الرؤية وأنا بكتاز المحنة، الضغوط الداخلية اللي بتخليك تحاول تلجأ إلى حلول غير قانونية، ده اللي قاله الرسول بولس، كل من يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. وأنا بجري، وهنا بتكلم عن جهاد الرياضي، هو بيجري في السباق بتاعه، وأنت بتجري في السباق، رقم واحد القانونية خليك في التراك بتاعك، ما تدخلش في تراك تاني مش بتاعك. اتنين، اوعى تستخدم حاجات خاطئة عشان خاطر تكمل السعي بتاعك، اللي هو أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركنا أيضا المسيح يسوع. وهو بيسعى أو هو بيسعى محتفظ بضمير صالح. مثال أحد، دي أحد الحاجات اللي بتسندني بقوة وأنا في المحنة مضغوط. لو ضميري يهاجمني من الداخل، لو ضمير عمال يهاجمني بسبب الخطايا الداخلية أو بسبب الانحرافات أو بسبب عدم القانونية، أنا من جوه هش، المحنة تكسرني. بولس وهو هارب من أفسس مطلوب قتله، كنيسة كورنثس مقلوبة ضده وبعت رسالة مع تيتوس، ولسه تيتوس مرجعش بالرد، وخايف من الرسالة لحسن تجيب رسالة تجيب نتيجة عكسية. وبيجمع لمجاعة الكنائس اليهودية، ضغوط كتيرة جدا، وهو هارب ومطلوب قتله، يتكلم في كورنثس الثانية واحد ليه داون. الرجل ده داون، انا مرة قريت جملة من 20 سنة مش قادر انساها، داون but not out. لا روح، حلو الكلمة دي. تمام، مضغوط مضغوط ضغط جديد، لكني مش خارج التراك، انا جوه التراك. والله سامح بهذا الضغط، مش لانه اله شرير زي ما اتفقنا، ولا اله نكدي بيحب ينكد على الناس، حاشا ليه، لكل المجد لو عايز يهزمنا ولا بيحيز يدمرنا ولا يسحقنا ولا عنده رغبات ساديه، مش ده الله الحقيقي، حاشا ليه. لكن الدنيا اتقلبت في افسس بسبب الكرازه، بسبب انتشار الانجيل، الشيطان هاج، الكنيسه انهارت، كنيسه مهمله زي كورنثوس، تيتوس اتاخر، ضغوط. من ضمن الحاجات اللي سندته كورنثوس الثانية اصح واحد عدد 12، لان فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا اننا في بساطة واخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من ناحيكم. الصلابة الداخلية احد اسبابها الضمير اللي بيسند، زي ما يكون يقول ضميري شاهد لي، في واحد تاني ضميره شاهد ضده، فعامل لي ضعف، ضميري بياكلني من جوه، بيضعفني من جوه،
فلما تيجي الضغط عليا المحنة وانا بتكسر فيها لا ممكن اتكسر. ضميري بيوجعني. ضميري بيوجعني. اذا كان على رأي واحد يعني ضمير. ده مش في اللغة العربية. ده تمام. عشان كده بولس عنده حاجات داخلية. يوسف عنده حاجات داخلية. رفضه للشر مع مرات فوتيفار. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. ويترمي في السجن. في صلابة داخلية. في ألم لأجل البر. يعني زود ألام المحنة بسبب حياة البر. مش كده؟ عملية. بسبب حياة البر العملي. رفض الخطية. مش كده؟ طب لو كان مشى مع مرات فوتيفار وسقط معاها. كانت الأحلام كانت تم؟ لا. وكان هيهين الله؟ وفي يوم الأيام الحزم هتسجد والكواكب ستسجد؟ لا. الرب يسوع نفسه ليه كل المجد. لما تجسد وجاء وصار في نفس المسار بتاعنا. في نفس التراك البشري. محاطا بالألام. ومحاطا بالألام الخارجية والداخلية. وسلك في طريق البر العملي كعبد يهوى المسنود على إلهه. اللي ولا مرة بطريقة غير قانونية يستخدم إمكانياته اللاهوتية لمصلحة نفسه. عملش معجزة. يعني جعان. حاول حجر خبز. لا. مش قانوني. مع انه اشبع قبل كده. على ما خمس تلاف. خمس خبزات وسمكتين. اعمل وليمة. امسك حجر اعمل وليمة لنفسك. لا مش قانوني. طب لما مش قانوني هتكمل جعان. هتكمل تحت الضغط. هكمل تحت ضغط مسنودا على الاب الهي. ابوه الهه زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة. لو ممكن نتكلم في حلقات فيما بعد يعني. طب وإلهه خانه؟ أو أبوه خانه؟ حاشا. بمجرد ما فرقه الشيطان جاءت الملائكة وصارت تخدمه. فالاحتفاظ بالضمير النقي والصلاح والقداسة والبر العملي في حياتنا تحت الضغط لا يمكن المحنة تكسرني. بالعكس بقى. تتحول المحنة إلى عملية تشكيل إلهي. وهنا حابب أجيب بعض الأفكار اللي اتكلم عنها الرسول يعقوب. اللي بيحصل أثناء المحنة في التشكيل الداخلي. اللي بيحصل أثناء الضغط. أحب أقرأ الجزء الكتاب الجميل. احسبوه كل فرح. كل فرح. حينما. يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يعقوب واحد. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. ده التشكيل الإلهي في التجارب المتنوعة وامتحانات الإيمان عشان ينشئ فينا الصبر نكون تامين كاملين غير ناقصين في شيء. أربع حاجات يعملهم التشكيل الإلهي فينا. رقم واحد الامتحان هنا مش هدفه النجاح والسقوط. الكلمة اللي استخدمها الامتحان الذي يهدف إلى رفعك درجة للأمام. فالله لما بيسمح بحاجة زي كده وحدث بعد كل هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. هنا الامتحان مش هدفه إبراهيم أن الله هيرحضه خطوات لورا فشل. لا ده الله هيعمل إيه؟ يرفعه لفوق. هيرفعه لفوق. هيعديه سنة جديدة. هيرفعه أكتر. للدرجة أن الكلمة معناها أن الإنسان يخرج من الامتحان أقوى وأنقى مما كان قبل الامتحان. فالكلمة في اليونانية قد تستخدم على طائر بيجرب الأجنحة. اللي هي احسبوا كل فرح يا أخوات حينما تكون في تجارب. التجربة هنا ده طائر صغير بيجرب الأجنحة. هو بيجرب الأجنحة عضلاته بتوجعه. بس التجربة دي أو أبوه النسر لما يكون بيقلب العش. التجربة دي هتعمل فيه ايه؟ هتقوي. مش هتحطم. ترفعه. فدي هدف الله من هذه التدريبات. تاخدوا خطوات قدام. تاخدوا خطوة قدام. نفس الكلمة اللي اتقالت على ملكة سبأ لما سمعت بخبر سليمان في ملوك الاول اصحاح 10. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فاتت لتمتحنه بمسائل. هي مش جاية تمتحنه عشان ينجح ويسقط. لا. جبت امتحانه عشان تكتشف
الرقي والسمو. فعشان كده بعد ما امتحنته وقيت له وزن النصف لم أخبر به. دي اكتشفت أعمق. هذه هدف التاني الامتحان. وده اللي بيخلي الله مرات كتير قوي يروح سايبني في ضغط. طبعا ضيق أفقنا ومخنا الضيق وفكرنا الضيق اللي مش فاهم الله. محدودية بشريتنا. محدودية بشريتنا وعدم معرفتنا الله. يعني ميرفت قالت جملة خطيرة جدا أثرت فيها. بشجع كل أب وأمي يخلي بال الحكاية دي. إن أنا عرفت رب بدري. فلما عرفت رب بدري كل ما كانت ترجع بعد تنمر أو ترجع بعد ما تقع في المدرسة وده ترجع مهانة لعجزها تعمل إيه؟ تبكي قدام الرب. كلمني. شددني. طب اديني وعد. طب كلمني. بيعمل إيه؟ اديني معونة. بيسندها. فتحولت هذه الامتحانات إلى الجناحات مالها؟ تقوت. بتقوى. في يوم من الأيام يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون الله. هنمشي مش هنتعب. هنكمل التراك منتظر الرب يجددون قوة. لما الترنيمة اللي فاتت إيمان بيتحدى المستحيل مش انهزامية. ده معنى كلمة امتحان. كلمة امتحان امتحان إيمانكم. دي احنا اتكلمنا عن كلمة تجارب. معناها الله بيحطني في بعض الامتحانات اللي هدفه ياخدني لمستوى اعلى. ده معنى كلمة تجارب. متنوعة معناها الوان واشكال مختلفة متعددة. تمام. عالمين انا امتحان ايمانكم. كلمة امتحان هنا تعني العملة الاصلية النقود الغير زائفة. معنى كده ان الله عايز ينقي شوائب الايمان. ما الايمان ممكن يجي عليه شوية رياء. يبقى شكلي اعظم من حقيقتي. في روح الله يعمل ايه؟ مطير شوية الرياء دول. ليه؟ عشان يكون أظل أصيل. المغزى أن الله يمتحن الإيمان ليزيل الشوائب من الذهب. ليزيل الشوائب من الإيمان زي ما الصائغ بينقي يجلس ممحصا الفضة. فبينقي الإيمان. لما ينقي الإيمان يروح رافع ليفل الإيمان. يروح الإيمان ده ياخد خطوات أعمق أقوى أثبت في التراك. مراراته واضطهاداته ورمته أرباب السهام ما تحطمش. ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. ده الهدف. أنقى أقوى إيمان ليفل أعلى. في بطرس يقول كده لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. فده معنى كلمة امتحان إيمان. كلمة عالمين امتحان إيمانكم يمنشئ صبرا. كلمة صبر هنا الثبات التام. الثبات. الصلابة. ليس مجرد القدرة على احتمال الأشياء. الكلمة في أصلها اليوناني باركلي يقول الكلام ده. روعة كلمة الله. مش فقط القدرة على احتمال الأشياء بل تحويلها لتكون سبب للنجاح والتفوق والمجد. يعني ايه؟ يعني الله يسمح لها بشلل نصفي. تحول هذا الشلل النصفي وهذا العجز والإعاقة هذه الفتاة الرائعة تحوله إلى سبب للنجاح والتفوق والمجد وسبب إلى إنجاح حياة الآخرين ورؤية ولدت في قلب محنة. أدي معنى كلمة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا أي ثبات تام. فتروح حكيتني قصص كتير قوي تروح لحد عنده بتر قعد في بيته عاجز مرمي بلا أمل مع إحباط ويأس ومنتظر الموت. تكلموا عن المسيح يقبل الرب يسوع في حياته يتغير وتاخده وتروح لدكتور وتركب له طرف صناعي يرجع يمشي يرجع يشتغل. إيه ده؟ دي مش بس هي عندها ثبات تام لكن بتعمل إيه كمان في حياة الناس؟ بتعمل تغيير في حياة الناس. زي الأخ اللي كنا بنسمع عنه عنده إعاقة وأسرة ومحبط وعايز ينتحر. هذا يتضمن الترحيب بالمصاعب يا بيتر. فبعد شوية الشخص ده ما يخافش من الصعوبات ما يخافش من المشاكل لا بينظر إلى الصعوبات باعتبارها فرصة لتحويلها إلى نصرة ونجاح وتقدم ومجد. العشر وده هنا امتحان إيمانكم الذي ينشئ صبرا أي ثباتا تاما.
يروح ال 12 جاسوس كلهم يشوفوا المدن الحصينة، كلهم يشوفوا الأسوار العالية، كلهم يشوفوا العمالقة، كلهم يشوفوا الروعة في الأرض والصعوبات في الأرض. 10 يحصل فيلير في امتحان الإيمان، يرجعوا يقولوا احنا ده احنا شوية جرات في عين ده هم هيدوسوا علينا يفعصونا. وياما أحباء مؤمنين قدام الصعوبات دي اتكسروا واتهزموا ورجعوا. وعايز أقول لهم لا، ممكن ترجع تحارب مرة أخرى وينمو إيمانك مرة أخرى وترجع لثباتك ونصرتك. لكن في اتنين قالوا جملة خطيرة تدل على الثبات التام. إيه؟ هم خبزنا. يعني ناكلهم يعني في منهم كتير. حلو ولا وحش؟ حلو. ده الترحيب بالمصاعب. قهرها. فتحويل المشاكل والمصائب والمصاعب إلى فرص للنصرة. ده معنى كلمة الصبر، أي الثبات التام. فنزلت قوة للتغلب على مصاعب أكبر، وهنا العضلات الروحية بتقوى. والسعي والجري. أسعى نحو الله. أركضوا لكي تنالوا. كلمة تمين، لكي تكونوا تمين. التمام من أجل هدف معين. الكلمة تعني الذبيحة التامة، تعني الطالب التام في المعرفة. فهو عنده ثقة في النضج الفكري واجتياز المرحلة التعليمية بنجاح. روي شاطر، احنا بنحكي عن روي كتير. ماله روي؟ شاطر، بيذاكر حلو، واثق في نفسه. تمام. فده معنى كلمة تام. أو الشخص اللي اكتمل جسمه ونموه. كام لكي تكونوا تامين، كلمة كاملين. يعني لا يشوب عيب أو تشويه. آخر حاجة غير ناقصين في شيء. الكلمة كلمة ناقصين في شيء، الكلمة معناها جيش مهزوم. ده معنى كلمة ناقصين في شيء. غير ناقصين في شيء، انتوا عاملين زي الجيش الذي لا يهزم، فلا يكف عن الاستمرار والجهاد والصراع والفايتنج، فبيصل الى الهدف. فيبقى اذا نحسبه كده فرح، لان امتحان الايمان اللي انشا صبر خلاني تام كامل، عامل زي الجيش القوي اللي مكمل سكته الى ان يصل الى تحقيق الهدف بتاعه. فدول الناس يصلوا الى تحقيق الرؤيه. امين امين. طيب انا اعتقد احنا كده فاضل لنا 6 دقائق من الحلقه ولازم نخرج بترديمه. نفسي في الاخر حضرتك، انا بفكر دلوقتي في حاجه تانية، بفكر احنا كمؤمنين رب فتح عينينا على نور الانجيل، حتى لو اجتزنا في ظروف صعبه نثق ان في اله. نثق ان لينا اب سماوي. بيحتضننا، وحتى في حتى لو طالت زمن الضيقة زمان محدود. مهما ليله يطول. لكن اللي بيخوفني دلوقتي، ماذا لو واحد ما عندوش هذا الرجاء من أساسه وبيجتاز، ولأن كل خليقة تئن وتتمخض. فاحنا بنتكلم على المؤمنين، لكن ماذا لو واحد غير مؤمن وبيجتاز في ظروف صعبة وإعاقة والدنيا سودة في وشه، والمصيبة الأكبر ما عندوش رجاء، لأنه ما عندوش المسيح في القلب. فلو توجه كلمة مزدوجة دلوقتي لكل إنسان ما عندوش هذا الرجاء الحي لحد النهاردة، إنه حتى لو اجتاز في ضيق لكن نؤمن إن لينا رجاء في كلمة الله، وفي نفس الوقت كلمة تشجيعية ربما لأي مؤمن داون، بس تقول له شد حيلك. don't be down، لكن أهم حاجة not to be out. وإحنا رب زي ما حضرت قلت في الأول حلقة، ما دعناش إلى بلاي جراوند، لكن إلى باتل جراوند، مش إلى ملعب لكن إلى ساحة قتال. قبل ما نسمع آخر ترنيمة، حبايب الرب، اللي ما عندكش يقينية إنك مولود من الله، إنسان جديد في المسيح، ما عندكش يقينية إنك نلت الحياة الجديدة اللي احنا بنحكي عنه ده، ينطبق على الناس نالوا الحياة الجديدة، نالوا غفران الخطايا، اتقابلوا مع المسيح، خلقوا من جديد، خليقة جديدة في المسيح. ما كانش عندك هذا اليقين، من فضلك كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده امتيازات مش ليك. امتيازات معقولة انك تجتاز في مسار حياتك بنصرة وقوة بسندة إلهية. تعال الرب قول له ارحمني اقبلني. امين. بس وهقول لك اللي قاله رب يسوع عن اللي صرخ هذه الصرخة الحقيقية من القلب العشار.
اللي وقف في الهيكل ومن بعيد لم يشأ أن يرفع عينيه وقرأ على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. الرب يسوع قال أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا. خلاص سامرية تقابلت مع المسيح رجعت في طريق آخر، رجعت شخص مختلف. زكة تقابل مع المسيح شخص مختلف. شاور الترسوسي تقابل مع المسيح شخص مختلف. فتعالى للمسيح أصرخ لي. إخواتي أحبائي اللي تقابلت اللي تقابلنا كلنا مع ربنا يسوع اتغيرت حياتنا وبتعدي في منحنى قاسي للحياة أو في مضايق هذا الزمان، إلهك موجود وشايفك وحاسس بيك ومتعاطف جدا معاك، بس خلي بالك عندك عرش نعمة اوعى تتركه. نتقدم بثقة العرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في معونة ليك في عرش النعمة، في معونة ليك في الكلمة المقدسة، في معونة ليك لما ترجع إلى مخدعك وإلى الشركة الشخصية. شمشون سقط انهار اتدمر دخل السجن محنة مرعبة، بس في السجن تاب عاد شقر رأسه ينبت من جديد ورجعت القوة والنصرة والرؤية وتغيرت المحنة إلى نصرة. أمين. والرب يقدر يعمل كده في حياتك. أمين أمين. نثق أنه انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. انتظر الرب وانتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. أعتقد الموضوع بقية لسه محتاجين نكمل الموضوع ده في حلقة قادمة بنعمة رب. لكن بشكرك جدا دكتور سامع على الوقت رائع جميل. شكرا أسيس زياد، شكرا أخ شهي. حبايبي أثق أن حلقة النهاردة سبب بركة لكثيرين وسبب خطوات جديدة وأميال جديدة لقدام في حياتنا مع المسيح. ونثق إذا كان في حد داون أو حد تحت الضغوط، ثق أن رب موجود وما تكونش زي ما سمعنا don't be down، لكن أهم حاجة أنك تكون in the right track. وإلى لقاء جديد أستودعكم في رعاية القدير. بعتذر لكل اللي حاولوا يتصلوا بينا وما قدروش يتواصلوا معنا، لكن إلى لقاء جديد أستودعكم في رعاية القدير. وهنختم بترنيمة مع الأخ زياد. أمر بالحياة من قلب اللي مات حتى الذكريات نسينا اشفينا قادر من العظام نجوم الحطام تخلق جيش لمجدك انفخ روحك فينا اشرق علينا ايدك دوينا استر مضينا في دم المجروح شدد ايدينا ارفع عينينا والنصرة لينا بقوة الروح عشنا لروحنا وزادت جروحنا رجع لك سامحنا وفي دمك اقبلنا ده اللي فات كفاية عشنا للنفاية اكشف الخبايا قدسنا وطهرنا اشرق علينا ايدك دوينا استر مضينا في دم المجروح شدد ايدينا ارفع عينينا والنصرة لينا بقوة الروح رجانا في ايدك في قوة صليبك نادينا نجيلك عالمية تمشينا نتغير لصورتك ونفرح بقربك ولو يوم ضعفنا من تاني تقوينا وشروق علينا بإيدك دوينا أستر مضينا في دم المجروح شدد إيدينا وارفع عينينا والنصرة لينا في قوة